الدائرة الأولى المضمونين حسن جوهر الدكتور وعبد الله المضف، هذول المضمونين مضمون نجاحهم. أوكي. الحين المتوقع نجاحهم، وأنا عندي قناعة أنهم خالصين يعني، لكن أوكي. أقول متوقع فوزه أسامة الزيد، أحمد شحومي، وأحمد لاري. فصار عندنا خمسة الحين. الحين المنافسة على ما تبقى من مقاعد، خمس مقاعد. المنافسين مقسومين إلى قسمين، منافس قوي ومنافس عادي، خلنا نقول منافس عادي. أوكي. المنافس القوي صالح عاشور، عيسى الكندري، عادل الدمخي، وأسامة الشاهين. أسامة الشاهين. أما المنافسين اللي مو أقوياء خلنا نقول، حمد روح الدين، خالد الطمار، داود معرفي، علي القطان، غدير أسيري، ومحمد الهدية. وفي الغالب محمد الهدية عنده حضور عالي، إذا قدر يحضر فوق 90% فهو منافس قوي مو منافس. إذا حضر 90% من قواعده فهو منافس قوي يعتبر محمد الهدية. إيه لما تتكلم عن الانتخابات لازم تقسمها قسمين، قسم العوازم قسم باقي الكويت. العوازم نسبتهم في الحضور أكثر من 90%. زين، وهذه في كل الانتخابات احيانا يعني يخف ظهر، لكن فيما يتعلق بالعوازم لا، يعني كرسيا ممكن يكونوا للعوازم يعني، او كرسي ممكن اذا ياب ربعه، لكن هو ما ياخذ بس من العوازم، هو ياخذ جزء كبير. عيسى الكندري متوقع فوزه، يعني عيسى الكندري منافس قوي. نعم. الحين باقي اثنين اللي نقدر نقول الفرصة متاحة، وهم في آخر الصف، ويون اللي هم محمد الداهوم ويوسف الغريب. محمد الداهوم ويوسف الغريب لهم منافسة. ايه؟ محمد الغريب نائب سابق والداهوم داخل في. ايه يعني هذه الفرصة متاحة في آخر اللي استحدوا. أوكي. أسامة الشاهين تعتبره منافس قوي. ايه منافس قوي. أسامة الشاهين منافس قوي. اوكي. هذا ترتيبهم. دكتور عبد الرزاق عندك تعليق بس؟ الأولى. أنا الأولى أرى كالآتي. اوكي. حسن جوهر الأول بلا منازع. اوكي. وفرق شاسع عن الثاني. فحسن جوهر مؤكد نجاح. جهزت البشتة الحين. هو هذا متفق مع بعض. ماخذ المقاس ماله بس يعني ولا. المشكلة عاد المقاسات أهم شيء بس. هو قصير. لكن لا ان شاء الله طويل بالفعل ان شاء الله. ايه ان شاء الله ان شاء الله يقصونه من تحت. اوكي تفضل. انا اللي ارى حسن جوهر مركز متقدم. اوكي. عبد الله المضف مركز متقدم. عيسى الكندري مؤكد النجاح. مؤكد النجاح. احمد لاري مؤكد النجاح. عادل الدمخي مؤكد النجاح. وبالترتيب قاعد اقوله انا. صالح العاشور مؤكد النجاح. احمد الشعومي مؤكد متوقع النجاح. أسامة الشاهين متوقع النجاح. أسامة زين متوقع النجاح. والنافس على مقعد واحد بين خمسة مرشحين اللي هما القطان، روح الدين، الهدية، داود معرفي، الطمار. من المؤكد؟ المؤكد مولانا، المؤكد عيسى لاري أيوة، الدمخي عاشور وشحومي. خمسة مؤكدين. لا استغفر الله، هنا المؤكد عيسى ولاري. أوكي. والدمخي. متوقع عاشور شحومي الشاهين. نسيت المضب مولانا بعيد. حسن جوهر مركز متقدم. عبدالله المضف مركز متقدم. يعني خلصنا منه. خلصنا. عيسى مؤكد النجاح. أيوة. لاري مؤكد النجاح. عادل الدمخي مؤكد النجاح. عاشور متوقع النجاح. شحومي متوقع النجاح. أسامة الشاهين متوقع النجاح. أسامة زين متوقع النجاح. والنافس على مقعد واحد بين خمسة. صحيح. غدير أسيري، وأنا تشيل هالشيء غدير أسيري لأن نساء عندها أكثر من الرجال.